عبر الخط الهاتفي ينضم إلي النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي. مساء الخير سيد سامي، بداية ما هو تقييمكم لجلسة المحكمة العليا؟ يعني كنتم قد قلتم قبل المحكمة أن توليفتها قد تؤثر باتجاه الشطب، الآن كيف ترون الأمور من جانبكم؟ أولا تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. أنا مجرد الحاجة أن نذهب كل مرة إلى المحكمة العليا من أجل أن ندافع على حقنا في أن نناضل من أجل المساواة، أرى أن هذه كارثة وهذا جرم سياسي جد حقيقي. مجرد الحاجة أنه كل انتخابات يضطر التجمع الوطني الديمقراطي للتوجه إلى المحكمة العليا من أجل ماذا؟ من أجل فقط أن نحافظ على حقنا في النضال من أجل المساواة التامة لأهلنا وشعبنا هنا على أرضنا. يعني هذا أمر غريب ومستهجن. اليوم الأجواء في المحكمة واضح أنها كانت لصالح التجمع، ولكن أيضا الحكام ألمحوا إلى المرة القادمة بأن يكون هناك طلب آخر ولكن مدروس بشكل أفضل من أجل شطب التجمع. يعني هذه المرة الحديث كان على أن المحامي لم يعمل بما فيه الكفاية من أجل شطب التجمع. مجرد مثل هذا التلميح أنا باعتقادي كان خارج السياق، لا حاجة له ولا أي منطق. هناك كان طلب هزيل غير واضح وغير مدروس وليس لديه أي أدلة. كان من المفروض إنهاء الموضوع يعني بخلال 10 دقائق وإعطائنا القرار بالحكم. مجرد التأخير هذا أيضا يعني غير مقبول. أنا باعتقادي سيكون هناك قرار لصالح التجمع، تجمع ماضي في تحقيق إنجاز انتخابي كبير، ونحن نبني على أهلنا وناسنا. إذن هذه هي توقعاتكم أستاذ سامي، ولكن ما المختلف يعني بين هذه الجلسة وكل محاولة سابقة لشطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، طبعا يعني من حيث ادعاءات مؤيدي الشطب ومن طالب بهذا الشطب؟ الادعاءات هي ادعاءات قديمة ولكن قدمت بدون أدلة وبدون دراسة جدية. لقد تم نقاش برنامج التجمع الوطني الديمقراطي 4 أو 5 مرات في المحكمة العليا، والبند الأساس هو قضية المساواة. التجمع الوطني الديمقراطي نحن نقول وبشكل واضح وعلن أنه يوجد تناقض بين يهودية الدولة وديمقراطيتها. إسرائيل لا تستطيع أن تكون دولة يهودية وديمقراطية في آن، هي تستطيع أن تكون إما دولة يهودية وإما دولة ديمقراطية، ولكنها لا تستطيع أن تجمع بين الأمرين لأن هناك تناقض، لأن هذا يجعلها تميز ضد المواطنين أصحاب البلاد الأصليين. نحن لسنا يهود، فهذه حالة التمييز هي حالة عنصرية بنيوية في الدولة. التجمع يقول أن الحل لهذا هو تحويل دولة إسرائيل من دولة يهودية أو دولة الشعب اليهودي إلى دولة جميع مواطنيها كباقي دول العالم. يعني هذا ليس أمرا جديدا أو اختراعا جديدا أو إبداع في العلوم السياسية. كافة الدول الديمقراطية، كافة الأنظمة، كافة الدول الحديثة في الدنيا مبنية على أساس المواطنة المتساوية بين جميع المواطنين، وهذا كل ما يطالب به التجمع. ومن أجل النضال من أجل العدالة والمساواة لجميع المواطنين نرى أنفسنا مضطرين كل مرة للذهاب إلى المحكمة العليا، ليس من أجل تحقيق المساواة الكاملة كما نريد، بل من أجل الحفاظ على حقنا في أن نناضل أصلا للمساواة في هذه الدولة العنصرية. نعم. طب بما أنك تحدثت يا أستاذ سامي عن توقعاتكم بأن يعني قرار المحكمة ربما ذاهب باتجاه يعني دعنا نقول إنصاف التجمع، السؤال هل بالإمكان القول بأن نظريات اليمين الإسرائيلي قد فشلت في هذا السياق؟ أولا من خطط هذه المرة لشطب التجمع بدأ لبيد، وللأسف كان لديه شركاء من أبناء شعبنا، ومن ثم انتقل هذا الموضوع إلى غانت. حزب أنخنو الذي قدم الطلب بالنهاية هو حزب هامشي لا أحد يعرف عنه ولا شيء، وقدم طلبا هزيلا. مع ذلك من دعم طلب أنخنو في لجنة الانتخابات كان غانت، لأن غانت يريد هو ولفيد أن يعيدنا إلى فترة الحكم العسكري وفترة تشكيل القيادة العربية الفلسطينية في الداخل على مقاس غانتس ولابيد بناء على رؤيتهم السياسية وبناء على الائتلاف الحكومي الذين يعني الذي ينوون بنائه.
وهذا من ناحيتهم التجمع لن يخدمهم في ذلك، ولذلك المحاولة على القضاء أتت أيضا من لافيد وأيضا من جانت، وللأسف كان معهم متعاونين من أبناء شعبنا. مع ذلك نحن سعيدين كثيرين حقيقة لأهلنا وناسنا بهذا الالتفاف الجماهيري والشعبي حول التجمع الوطني الديمقراطي. كل استطلاعات الرأي وكل الدراسات تقول أن الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا هي مع فكرة تحويل إسرائيل إلى دولة جميع مواطنين. شعبنا شعب كريم وأصيل لن يرضى بأقل من المساواة، ولذلك باعتقادي سيكون هناك دعم كبير جدا للتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، وسيكون التجمع مفاجأة هذه الانتخابات. ومع هذا يعني أريد أن أسألك أخيرا سيد سامي، هل كل السيناريوهات موضوعة اليوم على طاولة التجمع الوطني الديمقراطي طبعا بالنسبة لخوض الانتخابات المقبلة؟ تجمع مستمرين بدون أي شك حتى النهاية في هذه المعركة الانتخابية، وأنا باعتقادي استطلاعات الرأي لا تعكس بالفعل الأجواء التي نلمسها في كل قرانا ومدننا. كل اجتماعاتنا تتحول إلى اجتماعات كبيرة وشعبية وحضور كبير لأهلنا وناسنا. لدينا ثقة عالية جدا بجمهورنا وبمجتمعنا، أغلب أبناء شعبنا هم وطنيين بالفطرة ويريدون الحفاظ على هذا الصوت، ويريدون أن يمثلهم هذا الصوت في الكنيسة. جزيل الشكر لك على هذه المداخلة، وبطبيعة الحال سنستمر بمتابعة كافة المستجدات. شكرا لك نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي السيد سامي أبو شحادي.